Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina kuntum ayuhal musyahidun. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ma'akum Putri Gaida Safa Salsabila fi qanat al-Jazira al-Arabiyah tahta al-unwan al-kawadith al-tabu'iyah di awal sanati al-fain wa lahir wa ishin. ولم يتم بلادنا من وباء فيروس كورونا، فإن بدء العام بأطيب التمنية هو بتأكيد الأمل للجميع. ومع ذلك فمن الأسف الشديد بدءا من عام 2021 تعرضت إندونيسيا لعدد من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية التي تأتي وتذهب، بدءا من الانهيارات الأرضية، سقوط الطاعير، حتى الزلازل. في التاريخ 9 يناير 2021 حدثنا الانهيار الأرضي في قرية شهانجوا مقاطعة تيمانغون سولا جوا الغربية. وفقا لتقرير من ملف كومبارانيوس، كانت الكارثة ناجمة عن نزول الأمطار الشديدة منذ فترة ما بعد المساء، الذي بلغ ارتفاعه 20 مترا وطوله 40 مترا حتى يسبب إلى دفن 14 بيتا. حتى يوم الاثنين 18 من يناير 2021 بلغ عدد الإجمالي لضحايا الذي أعلن عن وفاته بسبب هذا الحادث حصل على عدد 40 شخصا. في نفس اليوم حدثت الانهيار الأرضي في السومد. أي من 9 من يناير 2021 تحطمت طائرة سري بجايا إير SJ182 في مياه الجزيرة ألف. من المعروف أن الطائرة سريويجايا إير SJ182 تحمل 62 شخصا يتكونون من 12 من طاقم الطائرة، من راكب بالغ، و7 أولاد، و3 أطفال. من بين الركاب البالغ عددهما 62 راكبا، كان هناك 20 من سكان كاليمانتان الغربية كضحايا الحادث. وفي يوم الثلاثاء 12 من يناير 2021 ضرب فيضان كبير منطقة جنوب كاليمانتان، يعتقد أنه حدث بسبب هطول الأمطار الغزيرة. وفقا لقرار كومبارا نيوز، كانت هناك 13 منطقة غمرات المياه ولم تغمر المياه سوى منطقتين، اضطر عشرات الآلاف من الناس إلى النزوح. أيام قليلة من الفيضانات ضربت الكوارث منطقة ماموجو وماميجي في غرب السلافسي. وقع زلزال يوم الخميس 14 ويوم الجمعة 15 من يناير 2021، ووقع أول زلزال بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر في الساعة 2:30 بتوقيت الوسط، وتوابعه 6.2 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 2:28 بتوقيت الوسط. Lava, lava, lava ni mau dimana jo? وفي يوم السبت 16 من يناير 2021 اندلعت كارثة بركانية في لومجان ومالان جبل الشرقية. عدا ثوران جبل سمر تعرض إلى عدد من المناطق الأمطار رمال بركاني كنتيجة للثوران. رغم من أن حالة جبل سميرو لا تزال في المستوى الثاني أو في حالة تأهب، قال رئيس قسم تخفيف من آثار البركان PVMPG في وزارة الطاقة والموارد المعدنية هنري جونوان، إن الجمهور يجب أن يكون على دراية بتحليل السحب الساخنة والانهيارات الصخرية من قبة طرف لسان الحمام البركانية إلى قطاعة الجنوبية الشرقية وجنوبية من الأقصى، كما ذكر كومبارا نيوز. ونرجو كل الكوارث المختلفة التي تصيب بلادنا ستكون عبرة للآخرين. وهذا ما أستطيع على إلقاء هذه النشرة. أنا بوتري جيدة سافاسال سابلا، أستعفيكم وشكرا على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.